محمد صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلوم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا نحن نعيش هذه الأيام خصوصا هذا الشهر الكريم المسمى بشهر رسول الله شهر شعبان الذي فيه جملة من المناسبات ولادة الإمام أو مولد الإمام الحسين سلام الله عليه في الثالث من شهر شعبان اليوم الرابع مولد أبي الفاضل سلام الله عليه اليوم الحادي عشر مولد علي الأكمر الخامس عشر مولد صاحب العصر والزمان ولذكرهم جميعا الشرف والصلوات الله صلى على محمد وعلي ما يخص مناسبة مولد الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه أكو موضوع مهم جدا يحتاج أن نركز عليه بعد الصلاة على محمد وآل محمد إحنا اليوم نعيش مثلا ولادة معصومة لا سيما سيد الشهداء سلام الله عليه هل نفرح أم نحزن أم نجعل للفرح مناسبة وللحزن مناسبة شو الموقف أهل البيت سلام الله عليهم شو موقف العلماء من هذا المجال أنا اليوم في ذكرى مولد الحسين سلام الله عليه إحنا عدة آراء بهذا الموضوع وكل من عنده دليله منهم من قال إن للولادة مناسبة مناسبة فرح ويستدلون بقول الإمام الصادق سلام الله عليه شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا لا بأس أنه أنا اليوم أفرح بذكرى مولد الإمام الحسين سلام الله عليه شو الإشكال وأحياء ذكر أحيوا أمرا كله ذكر وعبادة ونجتمع وإياكم بذكرى الإمام الحسين سلام الله عليه وهذا الذكر هو كله عبادة زين الرأي الثاني يقول لا بأس بالولادة لكن شنو مع ترجيح شنو المأساة والحزن يعني أنا أعيش المناسبة الفرح لكن ما أرد أعيشها فرح بحد ذاته كامل ليش؟ لأنه بالأساس شنو الحسين سلام الله عليه استشهد قتل وكانت مصيبته هي أعظم مصيبة مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام
إذا كانت قضية الحسين بعد ولادته حادثة الطف الأليمة فاجعة كبرى، أنا أفرح بذكرى ولادته لو أبكي. يستدل هذا الرأي الثاني على اليمن على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لما جيء له بسيد الشهداء الإمام الحسين عند ولادته فقبله بين عينه، أقام في أذنه اليمنى، أذن في أذنها اليمنى، أقام في اليسرى ثم بكى. الحسين في المهد أثناء ولادته أو بعد ولادته مباشرة بكى عليه رسول الله، وقيل عقد عليه مجلس عزاء. سئل ما الذي أبكاك يا رسول الله في يوم هو فرح لك؟ قال أنبأني أخي جبرائيل عن اللطيف الخبير بأن ولدي هذا سيذبح من الوريد، سيذبح من قفا في أرض تدعى كربلاء عطشانة إلى آخر القصة. إذن في يوم ولادته بكى عليه رسول الله، فيقول لا بأس بأنه في مناسبة الولادة خصوصا الحسين سلام الله عليه يكون مجلس عزاء بكاء، حتى لا يجي واحد يقابل الولادة وانت مشو تنعون على الحسين. نقول إذا كان الولادة على الإمام المهدي سلام الله عليه مثلا ليلة 15، نعم الإمام حي يرزق ومن يقيم ولادته بها مجال، لكن بعد مصيبة كربلاء اللي حصلت سنة 61 هجرية، أنا أجي بالسنة 1444 أو كذا يعني بالألف وثلاثمائة سنة تقريبا، مو أجي أقول أنا أفرح بمناسبة. هذا الرأي الثاني يقول لا، إنه أنت شنو إحيي المناسبة أفرح به فرح الحسين، لكن في الحقيقة خلي ببالك إنه الحسين قد قتل مظلوم. شلون اتعامل مع هذه المناسبة؟ يقول تعامل كما ورد وين في روايات أهل البيت عليهم السلام. شنو هاي الروايات؟ لما أسلم على الحسين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، السلام عليك يا شهيد الله، السلام عليك يا قتيل الله. من أقول ثار اليوم أهل البيت عليهم السلام إلى هذا اليوم عندهم هدنة، هدنة مع الباطل، هدنة مع الشيطان، هدنة مع القتل. ليش؟ لأنهم يريدون أن يأخذوا بثأر الحسين، وثأر الحسين لا يؤخذ بالسيف، يعني العين بالعين. هو مو قضية شخص عادي وتقتل العين بالعين والسن بالسن، الحسين صاحب مشروع. ولما قتلوا الحسين كما يقول الإمام الرضا عليه السلام قتلوا بقتلك الدين وعطلوا السنن والقوانين. زين انا اليوم من اريد اخذ مثال الحسين لازم شنو؟ احيي الدين واحيي السنن والقوانين. من يقيم هاي السنن والقوانين؟ لا تتحقق الا على يد صاحب العصر والزمان ولذكره الشرف والصلوات. وهو القائل الإمام المهدي سلام الله عليه في زيارة الحسين قتلوا بقتلك الإسلام وعطلوا الصلاة والصيام. وحقك أنا اليوم من أقف وأريد أصلي وأشوف أحكامي وأحكام ديني بها نقص ولا جقد؟ أنا الفرق بين واحد قاعد أمام المعصوم يتلقى علومة من عنده، مو واحد عايش صار لألف أربعمائة سنة فاصل زمني بينه وبين النص بين التشريع، شقد عندنا مشاكل كثيرة. فالحاجة إلى المعصوم حاجة بشرية. الحسين سلام الله عليه كان مشروع أن يصل إلى الكوفة ويقيم دولة العدل الإلهي إذا توفرت الظروف المناسبة، لكن ما توفرت الظروف المناسبة لا بزمن رسول الله ولا بزمن أمير المؤمنين ولا بزمن الحسن ولا بزمن الحسين وإلى يومنا هذا. ليش؟ لأن دولة العدل تحتاج إلى قاعدة وركائز متينة يعتمد عليها المعصوم في إقامة الدولة. ليش الإمام المهدي سلام الله عليه عنده 313 دولة قيادات خاصة وعنده 10,000 جيش خاص وعنده هذول اللي يعتمد عليهم الإمام بنشر الدعوة الإسلامية بنشر الفكر الإسلامي الصحيح؟ ماكو غش ولا تزوير. وإلا في زمن أهل البيت كان الكثير من المنافقين وين؟ في دولة رسول الله، في زمن رسول الله كان الكثير من الذين ملأوا قلب أمير المؤمنين قيحا وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
خالفوا الحسن سلام الله عليه، قتلوا الحسين، متى تتحقق الظروف المؤاتية لنصرة الحق؟ إذن الرأي الثاني يقول لا بأس بالفرح، لكن شنو مع ترجيح شنو البكاء والحزن. زين الرأي الثالث يقول لا، أنت بالأساس ماكو فرح، هو بالأساس عندك مصيبة، أنت طلعت للدنيا تبكي على الحسين، أنت طلعت للدنيا شنو تقيم مآتم، أنت طلعت على الدنيا لقيت أكو شيء اسمه عاشوراء، لقيت مصيبة عظيمة، لقيت ثار عظيم، أنت صاحب ثار. لما زيارة عاشوراء شو تقول؟ وثأري، مرة تقول ثار الحسين لو طالب بثأره، ومرة أطالب بثأري، لأن أنت صاحب هم قضية، أنت من أصحاب الحسين، وأصحاب الحسين أصحاب قضية، يعني أصحاب الحسين أو أنصار الحسين ليلة العاشر من إجاهم الحسين بكل أخلاقية قالهم أن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، الدنيا ظلمة منها روحوا لهلكم. إيش قالوا له؟ قالوا له هي القضية مو قضيتك فقط وأنت تريد تعفي عنه، قضيتك قضيتنا، والله لا نفارقك حتى يختلط دمنا ولحمنا مع دمك ولحمك. لما نظروا إلى أن قضية الحسين هي قضيتهم شنو؟ صمدوا وثبتوا. ولذلك اليوم لما نعيش الحسين، الحسين إحنا جزء من عنده وهو جزء من عندنا، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين، الحسين مني من منهجي من رسالتي من مشروعي من دمي من لحمي، وأنا ديني قائم بوجود ماذا؟ بوجود الحسين، وأنا من حسين. يعني لولا نهضة الحسين ووقوف الحسين بوجه الكفر والباطل والنفاق لا اختلف المجتمع، ولا أصبح يزيد في نظر الأمة إمبراطور، لا أصبح يزيد رمز من رموز الإسلام. لكن أراد الحسين سلام الله عليه حتى وإن كان هو الضحي أن يكشف الحقائق للمجتمع، لأنه داحتك للسلاطين دول الكبار أمام المجتمع ما يبين نفاقهم وكفرهم، وكل واحد يعرفهم لأنه قاعد على عرش ويم وزراء وشخصيات وقيادات، ما تسمع من عنده حتى من يصرف تصرف لأخلاق ما يوصل لك، ما تعلم به وشون اللي يصدر من عنده ما تعرفه، من يعرفه؟ يعرفه القريبين من عنده. ولذلك من أجه الوليد بن عقبة والي المدينة يمثل يزيد لعنة الله عليه، أول ما هلك معاوية في شهر رجب بدأت حركة الحسين، بعث على الإمام الحسين أن يبايعه، قال له أمرت بأن أبلغك أن تبايع يزيد لعنة الله عليه، هم يسمون الأمير ويسمون الخليفة الحسين سلام الله عليه. قال إن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، بنا فتح الله وبنا يختم، عرف عن نفسه وبعدين شنو انطنحت المقابل. قال ويزيد رجل فاسق فاجر شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة معلن بالفسق والفجور ومثلي لا يبايع مثله. انط بين المقابل، من بين هذا الكلام علما للوالي ماله، استطاع أو احتاج الحسين سلام الله عليه أن يبلغ الرسالة للجميع، بدأ ينشر المبلغين في كل أرجاء العالم على عجالة يبينونهم حقيقة يزيد شنو ولماذا الحسين رفض الدعوة. وهذا اللي جاي يشتبه به المجتمع، بارك يمي يقولون أهل الكوفة هم الخاطبة والحسين، أن أقدم إلينا يا ابن رسول الله وخلوا الحسين ثار وتحرك. لا لا أبدا، أهل الكوفة هو الحسين اللي حرك مو محركهم، الحسين أول من وقف بوجه يزيد بمجرد أن هلك معاوية لعنة الله عليه في شهر رجب وسمع بالخبر، قال له ترى يزيد صار مكان معاوية، وأكو شرط من شروط صلح الإمام الحسن عليه السلام، قال له إذا هلك معاوية إذا مات يعود الحكم للحسن وإذا مات الحسن للحسين. يزيد ما التزم بهذا لأنه وصية معاوية أن يكون من بعد شنو يزيد، انتقض الشرط لهم. الحسين أولا الحق الشرعي، اثنيا صرح تصريح علني قال إذا بليت الأمة براع مثل يزيد فعلى الإسلام السلام. فماذا صنع الحسين سلام الله عليه؟
بدأ يبلغ الناس بأنه رفض بيعة يزيد ويريد أن يقيم مشروع إصلاح للمجتمع. وصل هذا الخبر لأهل الكوفة، قالوا ما دام يزيد صد للمسؤولية والحسين سلام الله عليه رفض البيعة، خلن كاتب الحسين احنا وياك. وصلوا ل 12,000 كتاب، وكتاب كل كتاب ختم عليه وقع 2 إلى 4 من كبار القوم أهل الكوفة. هسه خلينا نقول كل كتاب 12,000 كتاب، هم أيضا عندك من وجهاء القوم 24,000 رجل، لكن إذا محصوا بالبلاء قل التيار. جاء يوم عاشوراء وإذا الأم انخرطت إلى سلك آخر، ولم يبقى مع الحسين إلا الذين خلدهم التأريخ. زين، إذن الرواية الثالثة أكدت على أنه أو الرأي الثالث على أنه ذكر الحسين مستحب سواء في ولادته أو غير ولادته أن يبكي الحسين. والبكاء على الحسين هو سيماء الصالحين. البكاء على الحسين يحيي الضمائر، يحرك العقول، لأن الذي فعلا كشيعي مثل أنا وأنت لما نقول إحنا شيعي، الشيعي هو الذي نحت له في عقله تمثالا للحسين، واللي ينحت بعقله تمثال للحسين ما عنده غير بعد، والذي حفر له في كل في قلبه قبر للإمام الحسين يبقى يبكي على الحسين سواء كانت ولادة أو حزن. وشلون نعيش الحسين؟ نعيشه كما عاشه آل البيت. الإمام زين العابدين عليه السلام عاش 35 سنة بعد وقعة الطف. هل فرح بيوم عيد مثلا تشوفه أمام المجتمع؟ نعم، من تصل أعياد مناسبات نعم يبارك لهم، لكن مع الحسين، مع الحسين تقول الرواية ما قدم له طعام قط، يعني إطلاقا، إلا وامتزج ذلك الطعام بدموعه الشريفة. ليش؟ لأن الفاقد عزيز دوم ملتوم، الفاقد إنسان يعتبره ما يعيونه بعد ما عنده شوف. ولذلك الإمام زين العابدين أراد يعبر عن حبه وعن تأثره وعن حزنه لسيد الشهداء يبكي عليه ليل نهار. وبعد وين تلقى هذا الأمر؟ تلقى أحد آل البيت بنات رسول الله الرباب، يقولون واحدة من نساء الحسين وقيل هي الرباب، لما رجعت بعد السبي إلى المدينة أمرت برفع سقف الدار. قالت شو هذا السقف؟ يمر المار يقول هو أمال آل البيت، أهل هذه الدار من رحمة ما يعرف أهل البيت، شنو هاي المرة مخلي لها بدون سقف؟ يقال لهم إنها زوجة الحسين أبت أن تجلس تحت ظل بعدما أخذت حرارة الشمس من الحسين وصهرها لجسده الشريف. شلون ولا شلون وفاء؟ يقول فعلا وين تتجدد المأساة؟ تتجدد المأساة، يقول لما تلمس ذلك في نفس زينب سلام الله عليها. يقول زينب فعلا صابرة، محافظة للعيال، متحملة لتلك الأمور والمواقف الصعبة الأليمة أمام الشامتين أمام الأعداء، لكن لما تخلو زينب بالحسين شلون يكون الموقف؟ ترى الموقف يختلف كثير. يقول خلا الموقف لزينب في أمرين. الأمر الأول لما وصلت إلى كربلاء رمت بنفسها على قبر الحسين وأخذت تتنقل بين قبور الشهداء إلى أن بقي 3 أيام، فأمر الإمام زين العابدين بالرجوع إلى مدينة رسول الله. الأمر الثاني هو لما دخلت زينب إلى دار الحسين بعد السبي، وإحنا معروف عندنا اليوم أي إنسان من يفقد عزيز عنده يصبر وتهون مصيبته، لكن من يرجع للدار تتجدد، يرجع الحزن عليه تتجدد. ليش؟ هنا يشوف مقامه، هنا يتذكر قعد، هنا كان يصلي، هنا كان ينام، هيك كان يسولف، هاي ملابسه، هاي آثاره، هاي صوره، يقول تتجدد المأساة. الله، فكيف إذا كان هو الحسين؟
شون إذا كان أبو عبد الله الحسين ريحانة رسول الله تشوفه جدا مصور تباتره من عيونه. يقول من وصلت للمدينة ما قدرت زينب تدخل للمدينة وتصير صورة الحسين قبال عينها وما تلقاه. هل هو حلم؟ لا هاي حقيقة. زين يقول شو تسوي؟ يقول أخذت تخاطب المدينة، عندها خطاب مع المدينة ومر خطاب مع الدار. الخطاب الأول مع المدينة تقلها مدينة جدنا لا تقبلين، وبالحسرات والآهات جينا، خرجنا منك بالأهلون جمع، رجعنا بلا رجال ولا بنينا. يا آيات كله خويا خويا يكون طبل البيت والكاك. شنو من أمنية؟ أي مؤنية صعبة هاي الأمنية. خويا يكون طاب للبيت والقاك والقاك. يا خويا البيت خالي من محياك، يا حر من نوم يا أخويا بني. يقول وين راحت؟ قعدت بدار الحسين، قعدت بغرفة الحسين. يقول هنا تشم ريحته تشوف صورته، تقول له أخويا طبل البيت طبل البيت والقلب يتخالي. والله غالي غالي وطبع البيت تدري ريد والي. أنا توني توني بقد دعس وزلال خويا بيت وصفا من الزلم الثاني. تقول له خويا خويا يا ما قعدنا يا ما والله يا ما قعدنا يا ما قعدنا يا ما قعدنا أو يا ما 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 يا لجادك. أنا مدري لدار غفظة ونامنا. تقول لأخويا لبياني وبيانا يا خوة ماما ومحلة لبياني وبيانا ويفك لي بعينك ما نرد نعيش دك فك لي بعينك. تقول لأخو وشلا لعين مايك ألف وتسعمية جرع قل لي شلا لعين. يقول أمنيات كثيرة، خطاب كثير، آلام كثيرة عد زينة. تقول له خويا خويا يا ابن أمي يا غالي يا غالي يا غالي أنا توني بقد دعس ودلالي. انت قلنا خو يلا تقوم اول ما عندك شمر ولا تقول ضيعت الخو. انا ما خذت يا حسين قوم واشوف الشمر بيا السواما السوايا يا صوت عالم دون تلومه.
يا يصاط على أمتوني والله بغياب بغياب والدنيا ما تشوى بغياب ويخزن صواب وعلي القلب خزن صواب يا من شال العزيز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والسابقين إلى إرادته والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ علماء الدين الربانين وارحم الماضين منهم. اللهم ارحم شهداءهم واجعلهم في عليين مع محمد وآله الطاهرين. اللهم شافي جرحانا شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر أمورنا إلى خير إلى وجه الله وشرف النبي وآله الطاهرين وإلى أموات المؤسسين والحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان والولاية لا سيما إلى روح المرحوم عبيد الخيون نهدي ثواب الفاتحة تقدمها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.